فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يضع المصلي سترة، إذا لم يضع المصلي سترة، فأي حد يجوز المرور من دونه؟ إذا لم يضع المصلي سترة، مصلي مع الناس ولا مصلي وحده؟ كأنه منفردا يا شيخ. صلي منفردا تجنب ثلاثة أذرع، تجنب عنه ثلاثة أذرع إذا أمكن هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.